مشاهدينا مستمرين بمحطاتنا الخاصة اليوم ضمن حلقتنا الخاصة بمناسبة عيد الفصح حسب التقويم طبعا الغربي. ورح نرجع رشا، لوين رح نروح هلا؟ أكيد سلمى، ضمن المساحة الثانية بصباحنا لليوم رح نحكي عن قداسة المكان اللي موجود بأي كنيسة، واللي بينعكس أكيد بشكل إيجابي على العمل والعطاء وخدمة الآخر. طبعا المهام تتجسد بمجموعة من الأخويات والوكلاء اللي بيقدموا الرعاية والخير للكنيسة. رح نتعرف على هي المهام، وضيفنا لليوم هو السيد حسام الخوري، وهو مربي في التعليم الديني المسيحي في كنيسة القديس يوسف. صباح الخير وكل عام وانت بألف خير يا رب. صباح الخير والمسيح قام. حقا قام يا رب. خلينا نبلش مع حضرتك بالبداية، ما معنى الأخوة أو الأخوة في الكنيسة؟ تمام، مصطلح الأخوة في الكنيسة هو فعليا ركن أساسي، لأنه نحن في الكنيسة نعتبر الكنيسة هي جسد المسيح، واختلاف الأعضاء بالكنيسة من أخويات من خدام هو بشكل غنى لهي الكنيسة، لكن بنفس الوقت هذا الاختلاف يعني ارتباط، لأنه فعليا العمل موجه لهدف واحد وهو بنيان هي الكنيسة والخير بمجتمع هاي الكنيسة وفعل المجتمع الخارجي. فالأخوة هي ركن أساسي بهاي الكنيسة، بحيث أنه باختلاف الأعمال وباختلاف الثقافات باختلاف الميزات والعطايا، لكن بالنهاية العمل موجه لهدف واحد هو بنيان الكنيسة ورسالة الكنيسة بهذا المجتمع. فالأخوة هي قائمة على محبة بين الأفراد، قائمة على عطاء، بالإضافة إلى أنها قائمة على تحمل يمكن ضعفات وأخطاء الآخر. فهي الأخوة هي ركن أساسي لا ينفصل يتجزأ عن الكنيسة اللي جسد المسيح بين الأفراد. سيد حسام، خلينا هيك نحكي أكثر ونتعرف من خلال وجودك اليوم عن طبيعة عملك مع الشبيبة، حدثنا أكثر بمهامكم، كيف عم تقسموا المهام؟ تمام، هلأ بالتأكيد بسبب العدد الموجود للأولاد والعدد أصلاً للشبيبة أحياناً الكبير، فنحتاج لتنظيم وترتيب بالمهام أو توزيعها. ففعلياً نحن في عنا نشاطات عديدة مثل ما حكينا سابقاً، ف في نشاطات تتنوع فيها الأعمار، فعليا بالأعمار الأطفال من مرحلة ابتدائية حتى مرحلة إعدادية حتى تتجه مرحلة الثانوية وأحيانا مرحلة الجامعية. فبظل هذا العدد الكبير نحتاج للتنظيم، بحيث كمربي تعليم مسيحي اليوم أنا عندي مسؤولية أن أوصل هذا الطفل يلي موجود أمامي، أحاول إنشأ علاقة معه مثل ما حكينا كأخوة كمحبة، بالإضافة أنه أنا لازم نشط قدرات هذا الطفل وعزز تأثيره بهي الكنيسة حتى يكون فعليا عضو فاعل، لأنه ممكن يكون مشروع مربي مستقبلي أو مشروع عضو فاعل بأي نشاط مختلف في الكنيسة. فأنا ممكن أوصل هذا الطفل من عدة نواحي، منها أنه أنا أكون قدران أوصل هذا الطفل بتفكير الطفل، لعقلية الطفل، بنشاطي مع هذا الطفل، سواء كنشاط ممكن يكون رياضي بدني أو نشاط روحي ممكن يكون هادئ داخل الكنيسة أو خارجها. أستاذ حسام، يعني نحن عم نحكي خلال كمان فترة الصوم الكبير قبل حدث القيامة، هناك صلوات كثيرة، هناك يتوجه المؤمنين من كل الأعمار الأطفال واليافعين أيضا، خلينا نحكي عن دوركم اليوم التعليمي مع طبعا كل المتواجدين في الكنيسة، وبالأخص في هذه الأوقات اللي هي بتكون أوقات مقربة أكثر، الناس تدخل أكثر للكنيسة أثناء الصوم الكبير. تمام، هلا دائما باي فتره بالسنه الكنيسه بيكون في هدف معين، حدث كبير، وفعلا اكبر احداث السنه عندنا هو حدث القيامه، قيامه الرب يسوع المسيح بعيد الفصح، واكيد التوجه بيكون كثير للكنيسه. فانا كيف اليوم دوري مع الطفل اليوم حتى يفهم فعليا معنى الصلاه الحقيقيه، يفهم معنى او دور انه انا كيف فيني شارك فعليا بهذا الحدث واكون جزء منه، لانه فعليا هو كان حدث من اجل خلاصي. فانا اليوم دوري كمربي تعليم مسيحي وصل هاي الرساله الجميله وعيش الطفل بهذا الجو، بحيث انه احاول معه افهم طبيعة هاي الصلاة، هدف هاي الصلاة، وأفهم أمشي هاي المسيرة فعليا حتى أوصل لهاي القيامة، وأفهم معنى أهميته ودوره الجوهري بحياتي أنا وكيف فيني أنطلق منه على العالم اليوم. تمام، خلينا نحكي اليوم ما كونوا حضرتكم عم تتعاملوا مع أطفال، فاليوم عم تبنوا داخل هذا الطفل عقيدة وإيمان وصبر، إن كان بالصوم وإن كان بالصلوات. قديش اليوم عملكم داخل الكنيسة عم ينعكس إيجابيا داخل الأسرة؟ هلا انا اليوم كدوري كمربي تعليم مسيحي هلا بيعطيني ميزه حلوه انه انا فعليا بمركزنا نبدا بالوصف او اللقب فعليا اللي متبادل بين بعضنا او كافراد او بين المربي والطفل هو اخ. فانا علي دور كبير اللي هو ومسؤوليه انه انا اكون اخ لهذا الطفل، فانا كيف فيني اوصل هذا الطفل بشكل تحدي كبير، ووصولي هذا الطفل هو بيساعدني انه انا اعرف بجوز مشاكل هذا الطفل، اعرف فعليا قدرات هذا الطفل، فانا قدران لما اوصل للمشاكل اوصل لقدرات، انا قدران اوصل لحلول مع هذا الطفل واوصل لبيت هذا الطفل. ف
الدور هو فيه كتير مسؤولية وأحيانا نواجه صعوبات كبيرة، لكن أنا مطلوب مني وهذا دوري الأساسي أني أوصل لهذا الطفل، كون قدران ساعد ولو بجزء بسيط لهذا الطفل، سواء نفسيا سواء بالبيت، يعني عن طريق التواصل مع أهل هذا الطفل، عن طريق زيارات هذا الطفل أحيانا خارج الكنيسة، أو عن طريق وقتي اللي بقضيه معه هذا الطفل جوا الكنيسة، سواء بنشاط أو بتعليم روحي أو بمحاولة حل مشكلة معينة، طبعا مع استشارات أكيد من قبل الكهنة، من قبل الأخوة الأكبر وأكثر خبرة فعليا ومسؤولين عنها. طيب سيد حسام، نحن عم نحكي دائما بنقول العلاقات اللي لازم تكون موجودة بين يعني بين الناس هي علاقة الأخوة، دائما بندعو انه هي العلاقة هي أقوى أنواع العلاقات، لهيك الأخوة أخذت اسمها بالكنائس بشكل عام. اليوم قديش مهم تعزيز هي العلاقات بين أبناء الرعية؟ طبعا كثير مهم، لأنه مثل ما قلنا نحن كبكنيسة كجسد واحد نعتمد ومتركز بشكل أساسي على علاقة الأخوة، هي المحبة اللي ركزها الرب فينا وأعطانا إياها لنكون جسد واحد، ولكن إن الأخوة هي إلى أنواع وأوجه كثيرة، وأهم شيء فينا نركز على الاختلافات اللي بيننا بحيث هي ما تكون سبب، أو اختلاف القدرات هو سبب للتباعد، لا هو سبب للارتباط عن طريق علاقة الأخوة. فأنا بكون فعليا علاقتي مع الآخر هي علاقة مثمرة عن طريق أنه بفهم اختلافي وأفهم اختلافه، ونحن بعلاقة الأخوة قادرين نثمر بهذا الشيء. فرح لما نركز هاي الشيء كركيز أساسية بين أعضاء الجسد بالكنيسة أو أعضاء النشاطات فعلياً موجودة بهاي الكنيسة، أنا قدران ابني هدول الأعضاء بشكل يكونوا قادرين كجسد واحد كأخوي واحد بهاي الكنيسة ينطلقوا للمجتمع بحيث يكونوا علاقات والرابطة الأخوية الإنسانية مع الآخرين مختلفين، فعلياً بيكون دورهم فعال يقبل اختلاف الآخر، وأنا قادر أنتج بمجتمعي مثل ما أنا قادر أنتج بكنيستي وإلما باتنين سوا. تمام، وهذا النجاح وهذا العمل بيحتاج مثل ما قلنا لكادر يكون قلب واحد وروح واحدة، ولكن بكل عمل نحن بنتعرض لكثير من الصعوبات والمشاكل وأكيد بنقدر نتجاوزها. خبرنا اليوم هيك بعملك شو أهم الصعوبات اللي بتواجهكم؟ هلا بشكل أساسي في عديد أكيد من الصعوبات، لكن فينا نقول بشكل عام كمربين تعليم مسيح اليوم أن بيكونوا بسن الجامعي تقريبا أو بسن العمل، فدائما الوقت يكون ضيق فعليا بالنسبه للجامعه او بالنسبه للعمل، او احيانا في اشخاص تعمل وتدرس بالجامعه بنفس الوقت، فضيق الوقت، ولكن هو ما بيمنع ابدا نكون بهذا مركزنا. فاضافه لقدرتنا على التحضير فعليا شخص قادر يكون مربي، شخص عنده هالخبره الحياتيه، شخص عنده قادر يطلع بهالجيل او بهالطفل اللي قدامه ويفهم هالطفل يوصل له. فانا اضافه لوقت الضيق انا قدرتي على الوصول لهذا الطفل، قدرتي على تحمل هذا الطفل، وقدرتي على التواصل مع هذا الطفل سواء على مستوى الأهل أو على المستوى الشخصي ووصولي لهذا الطفل. يعني إضافة لليوم بعالم الإنترنت المفتوح أنا بواجه أطفال مفتوحين على مصادر معلومات كتير كبير، صحيح. أنا يمكن لازم أكون منتبه واعي لهذا الأمر بحيث أحاول وجه هذا الطفل وجه لمصدر المعلومة الصح، سواء المصدر الروحي أو أي مصادر أخرى، وبالإضافة للتعاون مع الأهل حتى نقدر نسيطر على هذا الكم الكبير الهائل الغير متحكم به أبدا من المعلومات المفيدة أو غير الجيدة للطفل. يعني بختام حديثنا نشكرك سيد حسام الخوري مربي في التعليم الديني المسيحي، شكرا لك، وبنتمنى أكيد التوفيق للجميع وأيضا فصح مبارك. شكرا. شكرا مسيح خام. شكرا لك، وأكيد تمنياتنا بالتوفيق لكم وكل عام وأنتم بألف خير. المسيح خام. حقا قام يا رب. شكرا.